بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. معنا مثال كده بسيط في حلقة اليوم، عايزين نشرح مفهوم جدا 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 رائع وجدا مهم يهمني الناس تاخد بالها منه قبل ما ندخل على أي أمور تانية. أنا عندي فانكشن، وده من النوع الأول اسمها ماي فانكشن وما فيهاش أي بارامتر، عرفت فيها متغيرين اثنين، A بقيمته بخمسة وB بقيمته بعشرة، ورحت مستخدم ترنالي أوبريتور بقول له والله لما A تكون أكبر من B اكتب A أكبر من B، ولما طبعا أي حاجة تانية اكتب A أقل من B، ولأني طبعا B أكبر فبيقول لي إن الA أقل من قيمة البي. حلو خالص الكلام ده، جميل جدا. واحدة من ضمن الحاجات المميزة جدا جدا في جافا سكريبت انه لو انا عملت كده، انا معرف A و B هاخدهم جوه الفانكشن، هاخدهم بكت واروح حاططهم تحت جملة التصريح، تفتكر الكود هيشتغل؟ الكود شغال. يعني انا اخدت الـ A قيم من الـ A والـ B، وانا مش بصدد اني اتكلم عن السكوب دلوقتي، انا هحكي في موضوع السكوب، بس انا بوري لك حبة حاجات بتعملها جافا سكريبت. تمام، انا عرفت يعني بص انا ناديت على الفانكشن، وفي الفانكشن مستخدم بشكل مباشر اوامر تصريح زي A و B، بعدين رحت ناديت على الفانكشن، بعدين قلت الله ده قيم الـ A والـ B انا حطيتهم تحت الفانكشن. تخيل بقى لو انا اخدت الـ A والـ B وحطيتهم فوق الفانكشن اساسا اللي انا عملت لها تصريح، الكود برضه هيشتغل. وده حاجه من ضمن الحاجات اللي اميزنج وندرفول يعني مارفيلس في جافا سكريبت. جافا سكريبت ليها مصطلح جميل خالص، ربما نقدر، او انا اقصد طبعا الفانكشن في جافا سكريبت، بيقولوا ان الفانكشن ان جافا سكريبت يا جماعه ار فيرست كلاس اوبجكتس. وبالله لا تحط المصطلح ده في بالك، first class objects. الفانكشن عباره عن اوبجكت بس، عارف انت في اي بي، هاي كلاس، first class. ده معناه ايه؟ ده يعني ان الفانكشن دي عباره عن special type of objects that can do all things that regular objects do. واحنا لسه ما اتكلمناش عن الاوبجكتس لغايه دلوقتي، بس بص كده تلخيصا كده، جافا سكريبت عباره عن فانكشن واوبجكت. انت لو فهمت الفانكشن كويس والاوبجكت كويس وعرفت تتعامل مع الايفنتس والحاجات دي، ان شاء الله باذن الله امورها هتمشي بشكل كويس خالص خالص خالص. بس افهم لي بالله عليك الفانكشن، وافهم لي تركيبه الاوبجكت، واحنا هنحكي بشكل مفصل في موضوع الاوبجكت. ليه يعني فانكشن عباره عن الفانكشن في جافا سكريبت عباره عن فيرست كلاس؟ لحاجات كتير جدا. اولهم مثلا A function is an instance of an object type، عبارة عن نوع معين من أنواع الـ object type. الـ function ليها properties ممكن تكون constructor method، وهنحكي في الكلام ده. الـ function يا جماعة can store، الـ function ممكن تتغير تتخزن في variable، وحكينا في القصة دي. الـ function ممكن تتحط كبارامتر لـ function تانية. يا نهار أبيض يا جماعة، الفانكشن في جافا سكريبت ممكن تعمل شغل جدا رائع وجدا جميل وجدا مميز. بس احنا حبينا نلخ او ندي زي نظرة بسيطة عن الفانكشنز بتاع جافا سكريبت، وفي التطبيق ان شاء الله باذن الله ربما نتعرض للامور دي بنوع من انواع التفصيل. وخد بالك ان الكورس بيتكلم عن الفاندمنتالز، ما بيتكلمش عن المصطلح الادفانسد في جافا سكريبت. يا رب اكون وضحت المفهوم ده قبل ما ندخل على السكوب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.